مرحبا بكم مشاهدي الكرام، مشاهدين قناة شوف تي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير. كنتوجه بالضبط يعني عفوا دائما مع الحصيلة اليومية للوباء، حيث اليوم سجلت جهة سسمات فقط يعني 4 حالات مصابة بالفيروس اللي يعني كتواجد يعني بمدينة تيزنيت، حالتين جديدة مصابة بالفيروس. عملية أكادير إيدو تنان أيضا سجلت حالة واحدة، وطاطا سجلت فقط حالة واحدة. إذا المجموع اللي هو 4 حالات وصفر حالات وفاة، والحمد لله اللي تسجلت يعني في جهة سوس مسا. هادشي يعني كيجي نظرا يعني لتضافر الجهود سواء من المواطنين أيضا أو السلطات اللي توما انخرطوا بشكل جيد في هاد الحملة ديال التلقيح أيضا واحترام التدابير الاحترازية. كما سبقت وقلت أنا جهة سوس مسا فقط شفت يعني شفت تراجع يعني ملاحظ، حيت كانت كتسجل يعني أرقام كبيرة وطالعة، فاليوم كتسجل فقط 4 حالات مصابة بالفيروس يعني في جهة سوس مسا كاملة، اللي يعني تشكلت يعني على الشكل التالي. يعني عملية تيزنيت سجلت فيها فقط 2 إصابة جديدة مصابة بالفيروس، وعملت قدير إذا وتنان سجلت فقط 1 حالة مصابة جديدة، وعملت الطاطا أيضا أو الأقليم ديالها كما كنشوفوا أن عملت الطاطا أيضا مدينة طا يعني موجهة يعني وهي خالية من الفيروس، لا حالة وفيات ولا حالة إصابة جديدة. مدينة تيزنيت أيضا شفنا أنها يعني موجهة وهي أيضا يعني ما سجلت حالة إصابة جديدة مصابة بالفيروس، فاليوم كنشوفوا أنها سجلت 2 إصابة جديدة، وأكادير سجلت 1 حالة فقط، التتا أيضا سجلت 1 حالة فقط.